انا بدياوي ودي اوسبيديا موسوعه انظمه التشغيل، وانت دلوقتي في مراجعه واوي واي 6. يلا مع بعض نشوف مواصفات ومميزات وعيوب الجهاز. خلاص تعودنا مع بعض ان احنا لما بنيجي نتكلم عن اي تليفون بنبدا بالتصميم. حقيقه سمك الهاتف 8.5 مللي مع وزن 125 جرام، ماسك التليفون فعلا مريحه لابعد الحدود. الجهه اليمنى في عندي زرار تحكم بالصوت، وعندي زر الباور. الجهه الخلفيه عندي كاميرا بدقه 8 ميجا بكسل مع فلاش احادي، وعندي ميكروفون تاني عازل للضجيج. الجهه اليسرى ما عنديش اي شيء. الجهه العلويه في عندي منفذ 3.5 مللي. الجهه السفليه في عندي سماعه واحده مون ومايك واخد نفس شكل السماعه، ومايكرو يو اس بي 2.0. من الجهه الاماميه عندي كاميرا بدقه 2 ميجا بكسل وحساس المكالمات ولمبه الاشعارات، واخيرا شاشه 5 بوصه وازرار التحكم بنظام جزء من الشاشه. بالنسبه للمواصفات فالهاتف بيجي بشاشه 5 بوصه اتش دي اي بي اس ال سي دي. هي زوايا الرؤيه والوضوح والصوت تحت اشعه الشمس بالنسبه للفئه السعريه اللي التليفون فيها انا شايفها جيده جدا. ممكن عن طريق السوفت وير انك تتحكم في درجه حراره الالوان بالطريقه اللي تريح عينيك. طبعا الشاشه مش محميه بطابع حمايه جوريلا جلاس. بالنسبه للذاكره الداخليه في الهاتف بيجي ذاكره داخليه 8 جيجا، بيكون متاح ليك منها حوالي 4 35 جيجا، يعني نقول 4.5 جيجا. طبعا واوي وفرت، بما ان السعه الداخليه للتليفون قليله فهو وفرت لك اضافه ميموري كارد. الحاجه الثانيه ان الميموري كارد ممكن تضيفه بجانب خطين، مش شرط انك تضيف خط وكارت زي اغلب هواتف واوي، لا انت ممكن تضيف الخطين زائد الكارت، دي برضو تحسب لواوي. طبعا انا افضل انك تشتري كارت من فئه كلاس 10 عشان خاطر ما ياثرش على اداء الجهاز. طيب بالنسبه للاداء بقى فالهاتف بيجي ب 2 جيجا رام مع معالج من تصميم كوالكوم سناب دراجون 210. الحقيقه معالج ما سمعناش عنه كتير في السوق، الا انه معالج بيدعم بيئه 32 بت فقط، ومبني على معماريه كورتكس اي 7، واخيرا بتردد 1.1 جيجا هرتز، والمعالج الرسوم المدمج معاه ادرينو 304. الحقيقه المعالج حتى لو مش هو الاقوى في السوق، بس المعالج الرسوم المدمج معاه فعلا ادرينو 304 بيدعم اوبن جي ال 3، وهو يعتبر افضل معالج رسومي في الفئه المتوفره حاليا او الفئه اللي فيها التليفون. يبقى الاداء الفعلي للمعالج، انا الحقيقه ما واجهتنيش اي مشكله مع المعالج على الرغم من معماريته او بنيته القديمه اللي هي تدعم 32 بت فقط، الا انه شغل اقوى الالعاب بسلاسه. طيب بالنسبه لانتوتو فانتوا خلاص تعودتوا ان انا مش من هواه انتوتو، الا ان التليفون حقق على انتوتو حوالي 17913 نقطه، يعني نقول حوالي 18000 نقطه. طيب بالنسبه للاداء الفعلي للمعالج، فلو جينا جربنا الالعاب دي، طبعا انا قصيت الفيديو عشان خاطر بدايه اللعبه بتاخد وقت، فتعمدت ان انا اقص البدايه. نعم ساعتها 1.5 جيجا WWE. طبعا الرسوميات واضحة في اللعبة بشكل منفصل، مفيش فيه أي دروب في الفريمات، مفيش أي سقوط في أي فريم في اللعبة، ودي حاجة كويسة جدا بالنسبة للتليفون في الفئة السعرية دي. طبعا ميزه ادرينو 304 عن باقي التليفونات في الفئه السعريه دي ان هو بيدعم اوبن جي ال 3، وده هيكون كويس جدا لمكتبه الالعاب. ده بالنسبه للاداء الفعلي للمعالج. بالنسبه لصوت الجهاز فالجهاز بيجي بسماعه واحده مونو. الحقيقه صوت السماعه مقبول، هي طبعا صوتها مونو. طبعا ده سماعه واحده مونو، ده مايك داخل نفس شكل السماعه زي ما قلنا. دي بالنسبه للسماعات. بالنسبه للكاميرا فهي بدقه 8 ميجا بكسل. هي انا ما انبسطتش من كاميرا الجهاز قوي، انا شايف ان في بالنسبه للفئه السعريه اللي التليفون فيها في كاميرات افضل من الكاميرا الواي 6. وعلى كل عينات التصوير هتكون في رابط اسفل الفيديو تقدر انك تحكم عليها بنفسك. الكاميرا فيها جميع الاوضاع الموجوده في كاميرا الجي 8. طبعا وضع السوبر نايت مود والسلو موشن اكيد مش هيكون موجودين في الجهاز. جهاز فيه وضع التجميل، وضع الفوتو، تايم لابس، بيست فوتو، اول فوكس. الكاميرا الاماميه للجهاز بدقه 2 ميجا بكسل، فده بالنسبه للكاميرا.
بالنسبة لبطارية الجهاز، فالهاتف بيجي بطارية بسعة 2200 ملي أمبير. طيب البطارية بتاخد وقت قد إيه شحن بدياوي؟ بالدليل البطارية كانت 6% بدأت أشحنها، وعند 6% كانت الساعة 9 بالليل. لما الساعة جت 11 بالليل كانت البطارية 99%. معنى كده إن البطارية بتاخد ساعتين شحن. طيب البطارية استخدامها إيه؟ أنا شايف إن بطارية الجهاز جيدة، مش هي القوية ومش هي الضعيفة. بطارية الجهاز قعدت معايا حوالي 4 ساعات سكرين أون على 3 جي طول اليوم، وبطارية الجهاز قعدت معايا 5 ساعات ونص لو أنا مستخدم الواي فاي وعامل الجهاز على وضع 2 جي. فده بالنسبة للبطارية. طبعا لو أنت استخدامك مكثف فالبطارية مش هتساعدك، واضطر إنك تستخدم باور بانك. بالنسبة لسماعة المكالمات، ما تحملش همها، سماعة المكالمات جيدة جدا، وصوت بيكون نقي فيها، والمايك بتاعك بيكون واضح جدا للطرف الثاني. بالنسبة للسوفت وير، فالهاتف بيجي بموشن يوزر انترفيس 3.1 مبنية على اللولي بوب 5.1. ايموشن يوزر انترفيس كاملة، مش نسخة مخففة عشان خاطر التليفون رخيص فواوي تشيل منها بعض الخصائص، لا، واوي بتديك السوفت وير كامل، ودي نقطة تحسب لصالح التليفون. طبعا في بعض الخصائص مش بتعتمد على الهاردوير اكيد مش هتكون موجوده في الجهاز، زي السمارت سكرين شوت اللي هي موجوده في البي 8 والاونر 7 والميت اس، نفرتين ان هو ياخد سكرين شوت، والسيجنال بلس اكيد مش هتكون موجوده الا ان نفرتين لفتح الشاشه موجوده، والرسم كتابه الاحرف عشان خاطر يفتح لك تطبيق معين دي برضو موجوده. طبعا السوفت وير انا شرحه بشكل مفصل وهتلاقيه في رابط اسفل الفيديو، اللي عاوز يعرف ايه هو سوفت وير هو من الالف للياء هيكون في رابط اسفل الفيديو. بالنسبة لعيوب الجهاز والخلاصة، فأنا صراحة شايف عيبين وأمنية. العيب الأولاني وهي الكاميرا، الكاميرا مش بالمستوى المطلوب، خصوصا إن في شركات في الفئة السعرية اللي التليفون فيها أفضل من ناحية الكاميرا. الحاجة التانية وهي البطارية، البطارية بسعة 2200 ملي أمبير، إلا إن لو استخدامك مكثف أو تقيل مش هتكمل معاك اليوم، وهتضطر إنك تدور على شاحن أو يكون معاك باور بانك. ده بالنسبة للعيبين. الأمنية، كنت أتمنى إن واوي تخلي في الجهاز معالج كوالكوم كل حاجه، بس كنت اتمنى انه يكون سناب دراجون 410، لانه مهما كان معالج بيدعم 164 بت، الا ان يظل ان الاداء فعلا خصوصا في الالعاب مقبول جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي التليفون فيها، خصوصا ان التليفون فيه معالج رسوم مدمج ادرينو 304. الحاجه الثانيه وهي بالنسبه للفئه السعريه اللي التليفون فيها اللي هي 1200 جنيه، فانا ليا ملحوظ عليها، التليفون فعلا هيلاقي منافسه شرسه كبيره جدا، خصوصا مع الشركات اللي هي صاعده بقوه وعلى راسهم انفينكس في السوق المصري او الشركات اللي بتبيع اونلاين. فانا شايف ان ده هيكون مفيد جدا لينا كمستخدمين. في النهايه ما تنسوش تشوفوا الرابط الموجود اسفل الفيديو، عينات التصوير ومراجعه سوفت وير واو كامله من الالف للياء، بحيث ان هو يكون مرجع لاي حد عاوز يعرف ايه هو ايموشن يوزر انترفيس 3.1 الخاص باجهزه واو. ما تنسوش بقى تدعمونا باللايك وشير وسبسكرايب، وتتابعوا صفحتنا على الفيسبوك للرد على جميع تساؤلاتكم واستفساراتكم في اي وقت. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.